إذن هذه هي بعض الثلوج التي شهدتها جبال ولاية باتنا فجر اليوم 21 من شهر أبريل في هذه المنطقة الجبلية الفاصلة بين بلديات مروانة ووادي الشعباء وحيدوسة. إذن دائما مع ثلوج هذا اليوم 21 من شهر أبريل هنا في هذه المناطق الجبلية بين مروانة وواد الشعبة وحيدوسة. إذن قلت أنه قليل ما شهدت السنوات الأخيرة تساقط ثلوج في مثل هذا اليوم. أذكر العام الماضي آخر مرة تساقط فيها ثلوج كان يوم